على امتداد خرائط البلدان وفي طبقات الجو وأعالي البحار. تمر الأيام وتتعاقب الأجيال، وتختلف الوقائع باختلاف مسرح الحدث، ووحده التاريخ لا يتوقف. يصل الماضي بالحاضر، وباستعراض شريط الذاكرة يستمر الماضي المستمر مع عبد العظيم. في مثل هذا اليوم من عام 1925 تبنى الدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني الفاشية كنظام حكم بديل عن الديمقراطية. وفي اليوم نفسه والعام نفسه تنازلت مصر عن واحة الجغبوب لليبيا مقابل تنازل ليبيا عن السلوم لمصر. وفي هذا اليوم من عام 1942 جرى تشغيل أول مفاعل نووي في العالم بمدينة شيكاغو الأمريكية بإشراف العالم الإيطالي إنريكو فيرمي. وفي هذا اليوم من عام 1971 تم إعلان اتحاد إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تحت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، واختيار حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا لها. أما أهم من ولد في هذا اليوم في عالم الرياضة فهو لاعب كرة القدم التشيكوسلوفاكي المولود عام 1942 أنتونين بانينكا، صاحب الطريقة الفريدة في تنفيذ ركلات الجزاء.